السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية سادس. اليوم إن شاء الله رح نبدأ في درس جديد، ضرب الكسور العادية. طبعا كتير سهل يا سادس الدرس، ضرب الكسور العادية. طبعا شو معنى كلمة كسر عادي؟ الكسر العادي اللي بتكون من بسط ومقام، كسر بسط ومقام، ما بيحتوي على فاصلة عشرية. هلا كيف بتتم عملية الضرب؟ لضرب كسر في كسر، نضرب البسط في البسط والمقام في المقام. طبعا البسط اللي هو عندي من فوق والمقام اللي تحت، بس بضرب البسط في البسط والمقام بالمقام، بكون هيك ضربت الكسر العادي. مثلا عندي في فرع ألف 5 على 6 ضرب 2 على 3، مين البسط؟ 5 و2 والمقام 6 و3، بنضرب البسط لحال والمقام لحال، 5 ضرب 2 10، 6 ضرب 3 18، بكون هيك خلصت سؤالي. إذا بضرب البسط في البسط والمقام في المقام، 3 ضرب 8، 3 على 4 ضرب 8 على 7، 3 ضرب 8 24، 4 ضرب 7 28. برضه بسط في بسط ومقام في مقام. ايش عملت؟ ضربت 3 ضرب 8 وضربت 4 ضرب 7، ضربت 3 في 8 وضربت 4 ضرب 7. طيب في عندي 2 على 8 ضرب 3 على 6. طبعا اهم شيء نكون حافظين جدول الضرب مثل اسمك يا سادس. 2 على 6 8 ضرب 3 على 6، 2 ضرب 3 6، 8 ضرب 6 48، 2 ضرب 3 6 و8 ضرب 6 48. نضرب بسط في بسط والمقام بالمقام، نفس الشيء بسط في بسط والمقام في المقام، 6 على 4 ضرب 2 على 7، 6 ضرب 2 12، و4 ضرب 7 28. بنكون هيك خلصنا عملية الضرب للكسر العادي. كيف عملنا؟ ضربنا بسط في بسط والمقام ضربناه في المقام. إذا كمان مرة، لضرب كسر في كسر، نضرب البسط في البسط والمقام في المقام، 5 على 6 ضرب 2 على 3 ضربت 5 ضرب 2 10، على 6 ضرب 3 18، 3 على 4 ضرب 8 على 7، 3 ضرب 8 24، 4 ضرب 7 28. ضربنا بسط في البسط والمقام في المقام، 2 على 8 ضرب 3 على 6، 2 ضرب 3 6، و8 ضرب 6 48. ضربنا البسط لحال والمقام، 6 على 4 ضرب 2 على 7، 6 ضرب 2 12، و4 ضرب 7 28. هلا اذا نضرب عددين كسريين، انا قلت درسي عبارة عن ضرب الكسور، ما حكينا ضرب الاعداد الكسرية. معناها يا سادس في هاي الطريقة شو لازم اعمل؟ اذا في عندي بالسؤال عدد كسري، لازم احول العدد الكسري الى كسر، بعدين بضرب الكسور الناتجة. شو بعمل؟ بحول العدد الكسري الى كسر، بعدين بضرب الاعداد الناتجة. كيف يعني؟ عندي هون واحد صحيح وثلاثة على اربعة، اثنين صحيح وواحد على ثلاثة، ما رح اقدر اضربهم في بعض، لازم يكون كسر ضرب كسر. طب شو اعمل؟ بحول هذا العدد الكسري الى كسر. كيف عملية التحويل كانت عندي؟ طبعا رح اكتب لكم اياها هنا لاول مرة يعني لهذا الفرع، بس بعدين بنتبع التالي نفس الخطوات. 4 ضرب 1 زائد 3 على 4 ضرب 3 ضرب 2، طبعا اخذناه بصف خامس، زائد 1 على 3 ويساوي. شو عملت يا سادس؟ ضربت 4 ضرب 1 4 زائد 3 على 4، شو بيطلع عندي؟ 4 ضرب 1 4، 4 زائد 3 7 على 4 ضرب 3 ضرب 2 6 زائد 1 7 على 3. هلا بضرب في بعض، 7 ضرب 7 49، 4 ضرب 3 12. كمان مرة حولت، أنا عندي إيش حولت؟ حولت العدد الكسري لكسر. كيف حولته؟ 4 ضرب 1 4 زائد 3 7 على 4، 3 ضرب 2 6 زائد 1 7 على 3. ضربنا 7 ضرب 7 49، و4 ضرب 3 12. الفرع الثاني، ركزوا معايا بالفرع الثاني يا سادس. 5 على 7 ضرب بين قوسين 1 صحيح، و5 على 8 ناقص، هون في عندي 2 على 5. قبل ما نطلع على الإشارة ناقص أو زاد، أنا هدفي من هذا كلياته أحول العدد الكسري لكسر، ما بدي يكون عندي عدد كسري. 5 على 7 بتنزل ضرب، يلا نحولها. 8 ضرب 1 يعني 8 زائد 5 13 على 8 ناقص 2 على 5. شو حكينا في الأولويات دائما؟ للأقواس، بعدين بحل باقي المسألة، لازم أتخلص من الأقواس. بس يا سادس الأقواس اللي عندي 8 و5 والإشارة اللي بينهم ناقص، وأنا في الناقص لازم يكون عندي المقام موحد حتى أجمع وأنقص، اللي لازم يكون عندي المقام موحد. شو بعمل؟ بوحد المقام، نوحد المقامات. كيف بدي أوحد المقامات؟ في عندي 5 بضربها في 8 في 8 في 5 في 5، بتطلع عندي
خمسة على سبعة ضرب، افتح قوس، 13 ضرب خمسة 45 على 40 ناقص 16 على 40 ويساوي 5 على 7 بتنزل ضرب. هلا في عندي 45 ناقص 16 اللي 19 على 40، 29 على 40 ويساوي، هلا بضرب ضرب عادي، 5 ضرب 29 7 ضرب 40 بيطلع عندي 145 على 208. كمان مرة كيف مسألتي، أول شيء في عندي عدد كسري، أنا بس أشوف عدد كسري لازم أحوله لكسر، يعني حولته لكسر وخليتهم جوا الأقواس، اطلعت على العملية الحسابية ناقص، وأنا في عندي بالناقص لازم يكون عندي المقام واحد حتى أقدر أنقص، وحتى المقام ضربت هاي في خمسة وثلاثة في خمسة، والكسر الثاني ضربته في ثمانية واثنين في ثمانية، طلع عندي 45 على 40 و16 على 40، هلا المقام واحد، بترك الخمسة على سبعة، أنا أهم شيء أخلص من الأقواس. 45 ناقص 16 29 40 ناقص 40 طبعا هم تنزل المقام موحد بضربها في 5 على 7 5 ضرب 29 145 7 ضرب 40 280 بكون هيك خلاص سؤالي. 2 صحيح و5 ضرب 4 صحيح ونص نفس الشيء انا ما بدي الاقي عندي عدد كسري راح احوله لكسر 5 ضرب 2 راح اكتب لكم نفس الطريقه 5 ضرب 2 زائد 1 على 5 ضرب 2 ضرب 4 زائد 1 على 2 ويساوي 5 ضرب 2 10 زائد 1 11 على 5 ضرب 2 ضرب 4 8 زائد 1 9 على 2 ويساوي 11 ضرب 9 99 على 10 99 على 10 لازم أحول العدد الكسري لكسر كيف بحوله؟ بضرب 5 ضرب 2 10 بجمعها وبنزل المقام مثل ما هو 5 ضرب 2 10 زائد 1 11 على 5 هيها 2 ضرب 4 8 زائد 1 9 على 2 بضرب البسط في البسط والمقام في المقام. كمان مثال 6 ونص ضرب 3 و4 على 8 كمان مرة أنا هون بدي أحول العدد الكسري لكسر ما بدي يكون عندي عدد كسري بالضرب 2 ضرب 6 12 زائد 1 13 على 2 ضرب 8 ضرب 3 24 زائد 4 28 على 8 ويساوي 13 ضرب 28 364 على 2 ضرب 8 16 2 ضرب 8 16 ضرب عادي بضرب البسط في البسط والمقام في المقام. كمان مرة يا سادس شو عملت هون أنا؟ ضربت حولت العدد الكسري لكسر، كيف حولته؟ 2 ضرب 6 12 زائد 1 13 على 2 بنزل الضرب 8 ضرب 3 24 زائد 4 28 على 8 بسط في بسط بضربه والمقام في المقام وبطلع عندي الجواب. نفس الشيء هنا 5 ضرب 2 10 زائد 1 11 على 5 ضرب 2 ضرب 4 8 زائد 1 9 على 2 ضربنا ال 11 في 9 99 و5 ضرب 2 10 بكون هيك طلعت السؤال. اذا شو الهدف او شو عندي الهدف اللي بدي احققه في الدرس انه يا سادس احول العدد الكسري لكسر وبعدين اجري عمليه الضرب. كيف بدي اجري عمليه الضرب؟ بس اوصل للاخر بضرب ضرب بسط في بسط والمقام في المقام ويعطيكم الف عافيه. نكتب التلخيص يا سادس على الدفتر وتبعتوا لي على المنصه.